لو أن الشافعي كان تاجرا هل سيبقى ذكره؟ كم تجار في وقت الشافعي؟ كثير، حتى تلتفت العقول إلى مفارقة بين المال وبين العلم. وينبغي دائما أبدا أن تنصب أمام عينك هذه المفارقة حتى تعطي العلم حقه وحظه أكثر من حظ المال وجمعه. مفارقة بسيطة معروفة، أبجدياتها سهلة، المال تحرسه، تقفل عليه، تغلق عليه، تضعه في الخزائن مع الخوف أيضا عليه، بينما المال، بينما العلم يحرسك. هذه مفارقة. المال ينقص بالإنفاق، بينما العلم يزكو بالإنفاق. المال يذهب ويزول بمجرد وضعك، واحد يدخل واثنين يرجعون، الذي يدخل العمل إلى القبر والأهل والمال يرجعون، بينما العلم يبقى معك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به. العلم به ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بينما المال أكثر. سطور التاريخ تقول لك أن أكثر الناس أموال تضرروا في أحوالهم في الدنيا ومن قلبوا إليه في الآخرة من حساب شديد بسبب المال. وأنت الآن ترى هذا الواقع المؤلم الحزين الذي استخف فيه بالناس، وشردت الأسر والأرامل والأيتام، وحصل ما حصل مما يفجع ويوجع، هل كان إلا بسبب المال؟